عايزه تودينا لفين؟ احنا مش رايحين للرقص. ولو ما بتلعبيش مزيكا ما تبقيش ممثله كويسه. احنا رايحين للسياحات او مش مهم انك انا بعزف على الكمانجا مثلا. وفي ناس كتير يعني كله لازم تبقى ملم. الراقصه لازم يبقى ودنها موسيقيه جدا. صح؟ طبعا طبعا يعني عزتي اقول لك في دي بقى. لا بسم الله ما شاء الله الله اكبر. انت يا سنة شهادتي فيكي مجروحه. اي حاجه تعمليها حلوه ما... يعني لازم تبقي ودنك مظبوطه. لو الودن برانيه بتسمع المزيكا بره ما ترقصش. لا لا تعرف تغني ولا تعرف ترقص. ما تعرفش تعمل. دينا في جيل جديد من الراقصات ولا خلصوا؟ لا ما فيش. حتى لما عملتوا برنامج الراقصه ما حاولنا نطلع مصريات وما امكناش. كل اللي بيطلعوا اجانب لانهم عندهم مدارس رقص في بلادهم فبيتمرنوا فبيطلع رقصات. ما فيش حاجه من غير تمرين تطلع. والله والله بقت حاجه تكسف. بقت حاجه يعني تكسف حاجه بجد والله العظيم. والكلام اللي بيتقال والكلام اللي بيتسمع والعقد اللي بتطلع وال 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 ده الناس بقت بتخاف تتكلم عن الرقص. يا يعني العقد بس ولا بقى الفن كمان الرقص؟ لا 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 كان زمان يا دكتور عزت بنشوفه في افلام بس كان بيكون موظف هاي فن الفيلم كنت بتستمتع بيه. وانا معاك دلوقتي انا بشوف الفيلم في سنجة او سيف والرقاصه ومطوه ووش على البتاع. يا ريت رقاصه يا ريت وهي تحيه كاريوكا ما كانش معتمد على الرقاصه. سامية جمال ما كانش رقاصه. نجوى فؤاد ما كانش رقاصه. حاليا دينا ما هياش رقاصه وبتشوف بتمثل ازاي بسم الله ما شاء الله. لكن مش انا خدت جايزه يا خير. لا بجد احسن ممثله عن حواري بوخارست.